والله شي حلو كتير، برافو. عن شو قاعدين عم تحكوا انت وياه؟ اه بنتي؟ انا كنت عم اكل بابا. وانت قدير؟ وانا عم اشتغل عاكف بيك. بتحب تشرب شي؟ ايه بشرب فنجان قهوة سادة. ليش عم تتصرفي وكأنك عم تشوفي أبوكي لأول مرة؟ يلا كلي التوست وانبسطي مع أبوكي. شو صار؟ لا تكوني تضايقتي. لا بالعكس ما تضايقت أبدا، بس أنا استغربت لأنك إجيت فجأة، هذا هو السبب. طبعا هاي مدرستي، حبيت إجي واتطمن، ولما شفتكن من فوق قلت لحالي لأنزل وشوف شو عم بيصير. يعني معقول تكون بنتي حبيبتي ما سمعت كلام أبوها؟ لا سمعت كلامك، ما عاد قلنا علاقة ببعض بنوب، يعني بس منحكي لما منشوف بعض هون. وهلأ أنا نزلت لهون لأني جعت وبدي أكل. طيب ليش قاعدة هون لحالك؟ روحي قاعدي على الطاولات، مليان طاولات. بابا أنت عم تكبر الموضوع على الفاضي، بس مو مشكلة إذا كان هذا الشي بيريحك. بروح. يلا بسرعة لشوف. يلا بنتي خلينا نقعد هون مع بعضنا. أصلاً أنا مزحت معك وبعرف منيح إنه بنتي بتسمع كلام أبوها وبتعمل مثل ما بده. حبيبتي أنتي. تفضل عاكف بيك، صحتين. وأنا شكراً قدير، يسلموا إيديك. طيبة. رح ألعب مرة تانية. قديش أنت بتحب هاي الألعاب؟ عن جد أحياناً ما بفهم عليك. والله يا رفيقي لما تجرب رح تفهم، بس أنت عنيد ما بدك بنوب. لا يا تولغا مالي عنيد، بس هاي الأمور ما بتناسبني أبداً. أنا بحب الشغلات اللي فيها خباسة أكتر، يعني مثل التجريح بالكلام واستفزاز الناس اللي حوالي، يعني شغلات فيها خباسة. إيه قلي لشوف يا بيرك، كيف المدرسة؟ احكي لساتكن عم تعملوا مؤامرات من بعدي؟ ما عم نلاقي الفرصة لهذا الشي، أصلاً طول الوقت عم نتدرب على المسرحية. ومين حطيتوا ملك بدالي؟ السيد عمر، هذا الدور كتير بيلبق له. حطيت عمر لكان؟ ايه